توينسا اي رجعنا لكم من اللي تابعوا فينا الكل متواصلين من خلال مجموعه من لي روبريك ومجموعه من الضيوف كما قاعدين تشاهدوا في الاستوديو. حاضر معايا محمد علي تبان ساعه قبل كل شيء روبونجور سافا دالي. دونك اليوم باش نحكيو على اون اكتيفيتي الام ام اي شويه اخر باش نعطيكم اكثر تفاصيل. هي الميكسد مارشال ارت فنون قتاليه مختلطه وهذاك علاش حاضر معنا في الاستوديو كل من امين نشاب مرحبا دونك شامبيون دو موند ا 3 ريبريز في الاكتيفيتي هذيا شويه اخر باش نرجعو نحكيو اكثر تفاصيل وحاضر معنا فهري لونيس لونترونور مرحبا بيك اختي قبل كل شيء يعيشك قبل كل شيء اكيد خلينا نفسروا شنو هو ام ام اي اول مره انا شخصيا نسمع بالاكتيفيتي هذه يعطيك الصحه اختي والله فرصه باش نقدموا الاكتيفيتي اون فيت ونوضحوها اكثر للمتفرجين جوست تصليح صغير بربي البريزونتاسيون اون فيت انا امين نشب بيان سور شامبيون دو موند dans une activité martiale qui s'appelle Shindokai Karate. C'est un karaté contact. Oui. Un contact plein. Oui. En stand position, en standing, avec des projections de judo et un travail au sol. C'est l'activité qui a fait en super lourd, trois fois champion du monde. Mais c'est pas l'activité, une sous-activité du MMA. Non, c'est une activité à part. À d'ailleurs, part l'activité هذه هي اللي حلت لي ce qu'on appelle MMA. En fait, MMA qui m'a اسمه mixed martial art, arts martiaux mixed. En fait, نأخذ des arts martiaux من des origines مختلفة. من destin مختلفين. معناها des arts martiaux debout, des arts martiaux de projection et les arts martiaux de sol. Qui m'a assez on le karaté, le judo et le jiu-jitsu, peut-être le boxing, la lutte et la lutte au sol. On mixe eux ensemble. En fait, moi je ne mixe pas, c'est la discipline qui impose. La carrière est là, tu as peut-être une douzaine d'années, elle est au Brésil, manière la vérité. Quand elle est le fait qu'elle a un bon chauffeur, un striker, un athlète debout, de combat debout, je n'ai jamais avec un athlète de combat au sol. ديما كيما كنا صغيرات الناس كنا نفكروا فيها، اون فيت هما فكروا فيها زاده وحطوهم في ريغلومون يونيفيي في دي راوند في قانون معين واضح يتبع باش يحاولوا يخلقوا كيما نقولوا لاتليت لو بلو كومبلي بشويه بشويه ليفوليسيون تاع الاكتيفيتي هذه كانت سريعه جدا جدا وبالطبيعه ادوبتيتها اكثر بلاد تعمل على الشو اللي هي ليزيو سي امريكا Elle a créé le tournoi le plus prestigieux au monde, l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Barsha, l'idée de Taouf et Tounes. Il est très sollicité. Et c'est une attention très spéciale à Taouk. Elle est une attraction. L'évolution et la mutation des arts martiaux au monde méchaient les MMA. باش بالطبيعه بخدمه كبيره عملتها التورنوا اللي تسمى الاف سي. دونك لهنا احنا في تونس وصل لنا الشيء هذا مش من تو تقريبا عنده اربع سنين من اللي وصل لنا مي كيما باقي العالم في تونس ما نجمو اون فورماليز الوجود الاكتيفيتي هذه في تونس كان كونت سا سوا ريغلومونتي افيك دي فيديراسيون اي دي زورغانيزمون دي اورغانيزاسيون انترناسيونال. اون فيت الاف سي سي تورنوا عنده تو عامين من اللي الى لونسي لا فيديراسيون انترناسيونال de MMA amateur ou bchouya bchouya yonder lel bldan bled bled ou chouf fin inajam al arab la hqiqa manach loulanin fama l'activité hadi elle est très développée fi le bled fi le jordan fi dwal el khalij nadra lel lel mixité ntaahom ou le manha li mawjoudin barcha cosmopolitan bdabt bdabt donc lehna tunis tatsamma anou l'afrique men loulanin عن نور افريك بوتيتر ميم نقولوا على الافريك نحيو الافريك دو سود خاطر بالطبيعه قد ما شويه دونك لهنا شنو نعملوا؟ نلقاو روحنا اون سويفي لو شومان ما نقولوش الحقيقه بدات معايا على خاطر بدات على ناس وصلت لو تورنوا لو بلو بريستيجيو عندنا في نور افريك والعرب اللي هو ديزرت فورس انا سوبورتي باغ دي دبي سي ان تورنوا سا من ريجون يتسمى معناها في لا ريجون معناها نور افريك ميدل ايست بالضبط يتسمى حتى لتو على العرب مع البلدان العربيه لو تورنوا لو بلو بريستيجيو دايوغ سي لو تورنوا اللي عدى اول معناها اخوان من البلدان العربيه معناها هنا عداهم اليو اف سي
وفات عنا ثلاثة تقريب من العرب طلعوا اليو اف سي كلهم تعداوا على ديزرت فورس. مهم برشا هذا تقديم الام ام اي بالنسبه للناس اللي يتابعوا فينا. خليني نقول اللي انت على باز وزيت ان انسينيون en natation. بالضبط. Donc c'est une activité parallèle تعملها مع البروفيسيون نتاعك. زالي باش نخليك الكلمه. اي باش نخليك الكلمه. انا مين ما كنتش نعرفه مالغري كو هو نابلي وانا نابلي، مي تعرفت عليه من بعديك اترافير لي ميديا واترافير لي زيكو اللي قاعد نسمع فيهم. خاطر عندي كنت نعمل كاراتيه ومعناتها بشويه بشويه بديت نتعرف عليه. اوتون كو بيرسون تبارك الله عليه، انسان متخلق متثقف سورتو متربي كما قاعدين نشوفوا، اي او ميم طون كومبيتون. هذه الحاجه الباهيه. امين اليوم انت هزيت برشا دي تيتر. ديزرت فورس قداش من مره؟ الحقيقه ديزرت فورس سسرا لا بروميير اون طون كو بروفيسيونيل. ان فيت احنا تو اوفيسيلمون اوني فيناليست في سوبر لور بور لا بروميير فوا في تاريخ ديزرت فورس وفي تونس بالطبيعه، ان نلعبوا على لا سانتور مونديال والا بوتيتر هو يتسمى الدرع معناها لو تيتر دو شامبيون اون سوبر لور لاول مره تصير ولاول مره ماشينا ان شاء الله. وهذا بيان سور غراس للخدمه نتاعك بيان سور بالطبيعه احنا لونترونور نتاعك سي ان كورونمون اللي هو ما نجموش نتعداو ما نجموش نتعداو سي فيري بالطبيعه. Donc l'activité هذه certainement اليوم في طور الايفولوشن نتاعها، une activité اللي بشوي بشوي قاعده تشهر مشهوره برات تونس، سي اون بروميير اليوم نحكيوا على الاكتيفيتي هذه. بالطبيعه في تونس سي اون بروميير، ان شاء الله ربي يوفقنا وبدينا نصوريها مع وليدات صغار. ما فهمتش لي زونترينور كل ملو بكل ان شاء الله ربي يوفقنا، هذه الكلمه كلمه اون فاكتور على خاطر على خاطر على خاطر ان شاء الله ربي يوفقنا. مو واحد ديما عندنا احنا انسان نعتقدوا في الله وان شاء الله ربي يوفقنا. عندنا قلنا عندنا وليدات صغار العمر كليكا والناس تتعاطى الرياضه هذه. قبل الناس تتعاطى اما الكاراتيه اما التايكوندو اما الكينغ فو اما الجيدو وحده اما الليت وحده. كي الناس ولات يترنى كاراتيه ويوصل لعمر معين ولا يوصل حتى لدرجه معينه، يقول انا تو الفوق مثال وانا واقف نخدم في الكاراتيه بالكدا بساقيه، لكن كان نتعامل مع واحد يتعاطى في رياضه الجيدو نحب نترنى معاه نلقى روحي هو مثال يحب يطيحني وانا واقف قاعد نفسر معاه في حاجه بدائيه جدا. شخلقوا الناس يحب يكتشف روحه في جيدو وش يعمل؟ يمشي يترنى في الجيدو. بعد يلقى بوكسور يتفرج فيه يحب يعمل بوكس. الكلنا تعدينا من الحاجه دي وتغرمنا، انا واحد من الناس عملت كاراتيه عملت بوكس عملت جيدو. بعد كي جات الفكره بداوها مش من عندنا احنا، بداتها في البرازيل انطلقت عام في التسعينات، حبوا يلموا لي زارماسيون ميكس ولات ديسيبلين تلم انواع الديسيبلين. تقول لي انت باهي اش نجم نختصروا فيها؟ تقدر تقول لي جيدو كاراتيه وبوكس والا ما نعرفش تسمي لي فما حتى 300 لعبه. ونقول لك وقت اللي نبداو نترن في اللعبه هذه ونبداو نعملوا دي كومبيتيسيون بروفيسيونيل كيما نقولوا امين مش نحضروا، نقولوا امين مش يحضر كيما نقولوا لعبه ضد خصم، الخصم تاعنا يجب يكون الباز نتاعه مثال ليتور. انت وقتك اوبليجي باش تخدم الليوت تتحسن في الليوت، بعد تلعب مع خصم اخر، بعد مده كبيره تلقى روحك اكتسبت الخبره الكبيره وتكتسبت معناها زاد معرفي في جميع الرياضات في فنون القتاليه مختلطه. نفسرها لك سامحني دقيقه. عباره واحد مثال يتكلم اللغه العربيه، تعرف على واحد يتكلم شويه اللغه الفرنسيه، الغدوه تعرف على واحد يتكلم اللغه الانجليزيه، بشويه من بعد مده يلقى روحه يتعاطى جميع اللغات وباهي في هذه. ابتداء من اي عمر النجم نخليه صغارنا يتجهوا نحو الاكتيفيتي هذيا؟ الأحسن الصغير من 5 سنين نجم يتعاطى الرياضة هذه، خاطر الرياضة هذه فيها إذا كان فيها برشا حاجات. الحاجة الأولانية هي الكورديناسيون دو موفمون، معناها اللعبة هذه تعطيك تناسق الحركات عند الصغير، تنمي له تناسق الحركات بدرجة كبيرة برشا. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي احنا نفتقدوا فيها تو في صغارنا هي الديسيبلين، معناها الانضباط الأخلاقي والاجتماعي. يعطيك الصحة، الرياضة هذه تعطيها الانضباط هذايا. تصور معناها انسان يعطيك الصحة. انا نقول لهم ديما كي نراني الصغيرات نقول له الشيء اللي تعمله هنا طبقه لبرا، افهمني مش في الضرب. كي يجي الصغير يدخل الصالة يحيي قبل ما يدخل. كي يجي صاحبه يحيي صاحبه، يحيي الممرض، ما يتكلمش، يسمع برشا وما يتكلمش، يسمع برشا، ينظر برشا، يلاحظ برشا، ينمي الإحساس نتاعه السمعي والبصري. تصور كان يطبق الشيء هذاك في القسم.
يطلع إنسان نجيب، كان يتبقوا في الشارع اللي يتعدى يحترمه ويسلم عليه. هذيك هي الرياضة. الوجه اللي الناس ما تعرفوش في الفنون القتالية المختلطة هي 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 تنمية النظرة الأخلاقية والاجتماعية عند الصغار. بالنسبة للأمامي اليوم نحكيه على اون اكتيفيتي جديدة، نحبوا نعطيو فكرة للناس. ووقت اللي تقول لي هو اختلاط بين مجموعة من ليزار مارسيو وبوكس وغيره، وكاين هوني قاعد نشوف ان سيغتان موفمون، ما انا مانيش مغرومة، لكن لي جو فيديو فيهم نوعية الاكتيفيتي هذيا ولا لا؟ والله تفضل سي محمد. عندي ريبونس صغيرة برشا، مي خاطي الرياضة وخاطي كل شيء. Vous avez résumé le problème du siècle, Rak. Nous entretenir, Rak, Arba Menez, ou les autres Menez, nous virtuellement. Je vous laisse un poste sur votre mur, à l'époque sociale. Nous allons nous faire un peu de temps. Et nous allons nous faire un peu de temps. Nous allons nous faire un peu de temps. Nous allons nous Mais qu'est-ce qu'on perd? On perd l'interaction et on perd l'échange. On perd. في وجودنا لي انرجي كون ديغاج في الشيء اللي نقولوا فيه. انت تو بدات تعمل هكاك، اش معناها؟ اللي صغيرنا يشوف شيء في لي جو فيديو افيك لي زيفي افيك لو سون افيك سكي سباس ولي شانج هو ان فيت سي قايم على لي دو بوس مانيت. صدقني اون بو با فيفغ سا دايور نجمو اون في سكو لو جو ديغاج لاغريسيفيتي le son qui gicle, la musique qui les twitter, l'effet à l'aïnine, donc à l'assab, le hal, le tal, le sgir, le wali, très attentionné, le chay, le kharaj, le dhawet, le mahom, le naturel. Le hne, l'état, le kol, le tal, sgir, c'est des associations, ma chtouali. Il va associer kol mehu mouvement dans ce sens, le li hessi, le yafi, je vidi. Quand il y a des ghalat aslan, on peut l'associer. Le match de ping-pong, on peut l'associer à un tournoi d'échecs. Je pense que un tournoi d'échecs, c'est un tournoi d'échecs. Barchelke, fin hotidi, fin hot saki, qu'un ordre hotidi l'ennemi, il se dit qu'un hot saki fait le faux mouvement, t'adder, bah, l'arbitre hadder, mais ne jamais t'adder. Manehe, balax. قبل كل شيء سي اون اكتيفيتي فيزيك، وانا سامحني هنا نرجع للا باز نتاعي اللي انا اون فورماسيون ديدوكاتور فيزيك ما نجمش نتعداه. ايدوكاتور قبل كل شيء بار لو فيزيك اي لو فيزيك. دونك هنا سي اون بير لوتي برانسيبال نتاعنا اللي هو نوتر فيزيك. سي اون بير اول تو عندنا احنا هو لا سيور هذيك العرق. سي كون سون نسطع نوخر نرى قداش ديستونس بيني بينو. شي يتحرك اون اناليز دي موفمون اون بو با اناليزي سور ان اكرون بلا لا اون في اون 3 انت لا في اطار الوحي نتاع الاكتيفيتي هذيا في فتره من الفترات كان اون فوغ على الاخر الفايتينغ جيم واللي اي اي لي تري اون فوغ وديجا خلينا نقولوا الامباكت نتاع لي جو فيديو على لي جون اللي خليهم باغ لا سويت يتبعوا يولي ادمان وخليهم هما سيغتان مومون بدا يتبعوا لي تورنوا دو فايتينغ هذيا واللي صنع النجاح. خلينا نكونوا واقعيين في النقطة هذه. وقت اللي قلت لك الأماما يمكن تنجم تشبه لي تورنوا فيرتوال، لكن وقت اللي نمشيو سوغ ان رينغ ولا نعرف شنو تسميو انتوما الاسباس اللي لاكاج، دونك سي اون اوتر سونساسيون، سي سي دي انرجي، سي ان كونتاكت هومان، سي ان شو شو اللي فيه لو سون، اللي فيه لاغريسيفيتي، اللي فيه لا ميوزيك زاد كيف كيف. معناتها انت اللي لاحظتو في جو فيديو نلقاوه نحن في وسط الكاج ونلقاوه فوق الرينغ. سي تو افي هنا بالضبط شنو نرجع لك اللي هو تري معناها عند اون امبرانت جو فيديو عام ندخل عليها امبرانت كبيره باش تلقاه il jouera toujours le rôle du spectateur. معناها les fans تاع سبور دو كومبا و les fans تاع les jeux vidéo seront toujours fans de ces activités là. انا نحكي en tant qu'athlète et en tant que pratiquant. Les pratiquants تاع l'activité هذه généralement هما ناس قبل كل شيء des pratiquants de tout ce qui est physique. جايين يا اما pour des raisons نتاع صحته يحب يتحرك كيما انسان يحب يتحرك مع خويا دالي، كيما انسان يحب يتحرك معايا انا، كيما انسان يحب يتحرك عند جوست باش يتحرك، والا هو انسان على روشيرش معناها عنده ان سوسي بلو سيكوريتير، عنده ان اوبجيكتيف بلوس دو كونفيونس، عنده ان اوبجيكتيف بلوس سبورتيف. معناها جينيرالمون لي براتيكون سون جينيرالمون دي جون مغروم براتيك. انت صحيح كلامك دون لو سونس كونك تنظر كان للكاج
في الكاج صحيح يتشابه، لكن الباركور هو الهام عندنا. لا سيغتيمون لو باركور، لو باركور سي باركور ايدوكاتيف. لو باركور سي باركور ايدوكاتيف. كي ساهل البروسي قالوا لي زار مارسو شنو؟ قالوا سي فيلوزوفي دو في، ما قالهمش راهو ضرب ومضروب. فهمت؟ امين اليوم باش نحكيو على امين الاتليت، خاطر امين يحضر الفينال نتاعو لو 5 لو 7 لو 7 مارس. في لي بريباراتيف هذايا شنو حضرت؟ كيفاش تعديت؟ كيفاش الباركور؟ كيفاش وصلت؟ فاش قاعد كيفاش قاعد تحضر؟ شنو هما لي بروجي نتاعك من بعد الفينال هذا؟ شنو تطمح؟ اهم حاجه عايش لي اون فيت بور لي بريباراتيف الحمد لله ماشيين دون بور لي بريباراتيف دو لا فينال. اي دو لا فينال دو لا فينال، خاطر حاجه وحده لي بريباراتيف دو لا فينال قايمين على لي بارامتر نتاع لادفيرسير نتاعي اللي ديجا نعرفوا علاش، خاطر التورنوا بدا عنده كيما قلت لك عنده عامي بور كون ا بو بريزون معناها نجمنا نلقاو لي زاتليت معناها لو بو لوغ. اون فيت تعديت انا باللي ماتش نتاعي اللي هما 3 4 ماتش كملتهم كيف كيف، هو عملنا بون باركور دونك نعرفو ان توك اتليت انسان متخلق سوبر لور امورو باهية معناها، دونك معرفتي بالاتليت وشنو طالب هي اللي اورينتيت البريباراسيون تاعنا في صفا. اون اي دون صفا سبيسيفيك دون 3 سمان ان شاء الله اون انتامغا لا فينال ان شاء الله. حاضر الحمد لله لاباس ان شاء الله. لو اون اي نجمو نقدمو كدا. يعطيكم الصحة، مشكورين على الحضور في الاستوديو. امين نشيب مرحبا. امين نشيب نشيب كيما جماعة شو اسمه غادي في الاردن يقولوا نشيب نشيب يمكن عندي جذور ما تعرفش عليها. نحب نشكر ليكيب نتاعنا مرشيدة مرشيدة مارسيال النابل اللي هما اولاد باهين وتايتاي يلعبوا معانا وليكيب ميزي سور نو بصراحه خاطر ليكيب هذه انا اون سوبورت باغ ان اورغانيزم ميديال سبورت سنتر اللي هو تو لو سول اونيك سنتر دو ام ام اي في تونس. فهري الونايس لونترونور ودالي مشكور زاد على الحضور في الاستوديو. هكا ناخذوا نهايه الروبريك نتاعنا، مازلنا باش نتواصلوا معاكم في توانسيين شويه خير باش نمشيو بعدها ايمان نشوفوا اللمسات الاخيره ومن بعد راجعين، خليكم فاصل غنائي.